السلام عليكم ليكيب، مرحبا بكم جديد في القناة تاعنا. اليوم راح نشوفوا كواليس دخلة أنصار اتحاد العاصمة إلى ملعب وهران. بعيد عن الكواليس حبيت حاجة خوتي نحكي فيها، وهي تنظيم هذا الملعب وكيفية الدخول. كما راكم تشوفوا هذا ملحق الملعب، من برا خوتي الساحة الخارجية تاع الملعب روعة ما شاء الله، نظيفة نقية الله يبارك. ان شاء الله يبقى الملعب نظيف هكا خوتي، وان شاء الله نزيدو نشوفو تطوير في الملاعب. ما شاء الله هو ملعب لا باس به، مي ان شاء الله نشوفو تطوير من حيث كما نقولو الارضيه. خوتي حبيت حاجه ايضا نحكي عليها، هي الدخول، طريقه الدخول. اسهل ملعب في الدخول الى الملعب هذا هو، بدون تطباع ما كاش خوتي حتى لي عفسك. الشرطه ما شاء الله خوتي الخدامين منظمين روعه، تنظيم 100%. ماشي مشكل كيما راكم تشوفوا هذه تاع الدوده، هذه لازم خوتي كاين اللي شفتهم ضحكوا عليها ولا، هذه في الملاعب العالميه وكاين خوتي، هذه الطريقه تاع الدخول كاينه في الملاعب العالميه وكاينه عادي، مي ماشي طويله كيما براقي. براقي كارثه خوتي هذا التنظيم. انا مامبا خوتي 4 دقائق كنت داخل في الملعب كيما راكم تشوفوا، 4 دقائق كنت في الملعب خوتي. ملعب داخل خوتي تحفه، مالغري شويه بعيد على الميدان بصح ماشي كيما 5 جويليه خوتي، 5 جويليه بعيد بزاف. مي هذا خوتي بان باللي راه قدامك، ماشي كيما براقي، مي افضل من 5 جويليه. المهم خوتي كيما شفتوا نشكر بزاف خوتي الشرطه والمنظمين على هذه الاشياء. نقول لكم كملوا الفيديو التالي والسلام عليكم. كما شفتوا ليكيب هذه هي كواليس دخول الى ملعب وهران اثناء مواجهة الفتح الرباطي، وهي عبارة عن كواليس بسيطة فقط. ان شاء الله خوتي راح نطوروا منها للقدام. لا يهم، الحقنا نهاية الفيديو خوتي، ما تنساش جام اشتراك في القناة كما العادة خوتي، دعمونا باش يطلع الفيديو، وراح نجيبوا كل جديد وكل حصري لاتحاد العاصمة. ونقول لكم السلام عليكم في فيديو جديد ان شاء الله.